سلمى، مثل ما تابعنا بالتقرير التالي، خلينا نعرف الناس أكثر على الوعي الفونولوجي وعلاقته بالعسر القرائي. بنرحب فيكي ولاء الحسن، أخصائية تقويم كلام وعلاج النطق عند الأطفال. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. يعني يمكن أخذنا معلومات بسيطة بالمادة السابقة، خلينا نتعرف منك أكثر عن الوعي الفونولوجي وقد هو مهم طبعا بتشكيل، خليني أقول، البنية الصوتية للأطفال. تمام. ممكن يكون الاسم اليوم انه غريب على الاذن، انه نحن انه شو هو الوعي الفونولوجي، وممكن ما يكون متداول بين الاشخاص. صحيح. ولكن هو موجود من زمان ضمن مكونات الكلام يلي نحن بنحكي فيها، فهو مكون من المكونات الاساسيه للغه. اليوم بالاشخاص اللغويين او الاشخاص اللي بتشتغل بمجال صعوبات التعلم او الاختصاصيين النطق والكلام، تمام، فهن بيشتغلوا على هذا المكون الاساسي. ضمن مجال عملنا اليوم نحن لاحظنا اطفال صعوبات التعلم وحتى الاطفال الطبيعيين ممكن يكون عندهم ضعف في هي المهارات. طيب شو هو الوعي الفونولوجي اساسا؟ كيف هو فكرته؟ اليوم موضوع الوعي الفونولوجي هو امتلاك الطفل القدره على معرفه كيف تنتج هذا الصوت. يعني اليوم كل الكلام اللي بنحكي فيه هو عباره عن صوت، فالحرف قبل ما نشوفه عن طريق الكتابة والورق نحن المفروض يكون عم يسمعه الطفل، فمشان هيك نحن بنسميه الصوت وهو الفونيم. تمام. فالطفل لما ببلش بيمتلك، كيف أول ما ببلش بشكل النطق والكلام بيعرف أنه سماعياً ميزه لهذا الصوت، وبعد هيك بلش ينتجه، وبعد هيك بلش يشكل منه كلمات. هون يكون شو صار عنا، بلشنا نفوت بالمراحل الأعلى شوي تاني نصير نقرأ ونكتب. فموضوع اليوم كيف نحن بيكون عنده الطفل وعي فونولوجي هو مهارات أساسية حتى بتسبق مهارات القراءة. فحتى الطفل الطبيعي بعيداً عن طفل صعوبات التعلم المفروض يكون بيمتلك هاي المهارات. واليوم رياض الأطفال هي بتدرس مناهج تكون معتمدة على أنشطة الوعي الفونولوجي، الوعي الصوتي. هلأ من كلمة فونولوجيا وكلمة كيف نحن بتصير الربط مع طفل صعوبات التعلم. اليوم أطفال صعوبات التعلم عندهم مشكلة أساسية وبيلاحظوها الأهل خلال مرحلة التعليم، إنه الطفل ما عم يعرف يكتب، ما عم يعرف يميز الحروف المتشابهة، ما عم يعرف يكتب مثلا بالإملاء ما نصح، ما عم يعرف يقرأ. تمام. فهون دليل إن الطفل عنده مشكلة بالفونيم، وهو بيكون هون الخلل عنده بين الربط بين الفونيم والجرافيم. شو يعني هذا الكلام؟ الفونيم هو الصوت المسموع، يعني الحرف، مو الحرف، الصوت اللي عم نسمعه من الحرف. أما الجرافيم هو الشكل اللي مرسوم قدامه. مثلا يعني خليني أقول مثلا مثل هون عنا هذا الحرف، بالنسبة لنا هذا هو له صوت، فهو الفونيم. طفل صعوبات التعلم بيكون عنده مشكلة بين ربط بين الصوت والحرف، لما بيشوفه ما بيحسن. هون لما نقول علاقه الوعي الفونولوجي بالعسر القرائي من هي النقطه. تمام. هي اول نحن اول معيار لتشخيص طفل صعوبات التعلم انه يا ترى هو عنده قدره بالربط بين الصوت والحرف. يعني هلا نحن اليوم لما بنجي بنعلم الاطفال بنعلمهم انه باء، انه هذا الحرف اذا شافه قول له باء، شو بتقول له شو هذا الحرف؟ يقول لك باء، ولكن هو صوته با، وبقلب الكلمات هو قادر يا ترى يربط مثلا بين با بطة، بيكون هنا عندهم مشكلة. فهون نحن ببلش بقى بنعلم الطفل كيف هو يبلش بمستويات الوعي الفونولوجي. كل الهدف اليوم لما بيسمع الطفل الكلمات لازم يعرف انه هي عبارة عن وحدات صوتية، بده يعرف امتى بتبلش وامتى بتنتهي. يعني مثلا خلينا نحكي عن انشطة الوعي الفونولوجي، مثلا الجملة بده يعرف انه هي في لها عدد كلمات، فبنبلش مع الطفل أنشطة بتخلي يقسم ويقطع الجملة لكلمات. مثلا ذهب الطفل الى المدرسة، يا ترى هي كم جملة، كم كلمة بقلب هي الجملة؟ هون ببلش بيفهم انه معناتها وحدات صوتية هي مو كلها هي، معناتها في عندي الكلمة، ومن الكلمة بنحلل لمقاطع، ومن المقاطع بنحلل للصوت يلي هو اعقد شيء. فهون الطفل المفروض يبلش يعرف انه انا فيني اتلاعب بالاصوات، حتى اذا مثلا غيرت بين كلمة مثلا مثل رمال، إذا قمنا أول عزلنا أول صوت فممكن نشكل منها كمال. تمام. هاي الشغلات مفروض تكون بيمتلكها الطفل من عمر صغير، ونحن نبلش فيها برياض الأطفال وبمرحلة صف الأول، مرحلة التأسيس. اليوم معظم صعوبات التعلم عندهم هاي المشكلة، لأنه بالأخير الموضوع كله عم يعتمد على التمييز السمعي. اليوم اللي عنده تمييز سمعي صح وعنده إدراك سمعي صح قادر يمشي بمستويات الوعي الفونولوجي. فنحن كتير مهم بهاي المرحلة إنه نحن قبل ما نعلم الحروف نعلم الأطفال إنه موضوعنا نحن هون تحليل شفوي، هو ما هو تحليل بس كتابي. تمام. نعم. طيب أستاذة ولاء، يعني مجموعة من الأدوات حضرتك جايتيها معك، خلينا نحكي عن هاي الأدوات البسيطة. تمام. اللي بتقدر الست بقلب البيت أنه هي تستخدمها مع أولادها. بصراحة أنا اليوم اخترت أنه نحن نختار شغلات بسيطة. الأم
بتعرف عندها ابنها عنده مشاكل بالقراءة أو بالإملاء أو بهاي المواضيع كلياتها اللي هي متعلقة بالدراسة، لأنه اليوم نحن بنحكي عن عصر القراءة هو الديسلكسيا. لا ملاقي دغري إنه الأم تلك أنا ابني ما عم يقرأ، ما عم يعرف، عم بكتبه إملاء، عم حفظه إياها، عم يرجع مو كاتب صح. تمام. فأنا حاولت إنه هذا الموضوع الكبير نحن نحاول نخلي الأم بالبيت تحسن تساعد الولد حتى بدون ما تلجأ لأخصائيين بالمرحلة الأولى. فمثلا الأم اليوم قادرة ضمن البيت تجيب مثلا مثل هدول الأكياس، هدول احنا هي متداولة بالبيت. تمام. هدول احنا ضمن التدريب بنسميهم أكياس الأصوات، وبمنهج منتسوري موجود هذا الموضوع إنه هنا كيس الأصوات. شو يعني كيس الأصوات؟ يعني هي قادرة بالبيت تجمع مجموعة مجسمات، بتحمل كل مجسم شو في بقلب هذا الكيس. مثلا هون في مجموعة حرف الفاء. تمام. طيب هون المفروض مثلا طفل قبل ما يشوفه للحرف هي تكون مجمعة مجموعة من المجسمات، مثل هون حاطين فيل. تمام. هون مثلا حاطين فنجان، ديلفين، يعني أدوات بسيطة من ضمن ألعاب الولد تحسن هي تجمعهم ضمن مجموعة بتسميهم أكياس الأصوات. وبعد هيك بتبلش بتعلم الولد الحرف. يعني لما بنجي نحن بنقول له للولد مثلا في شيء بالحياة اسمه مثلا بيطلع صوت مثلا سمعانه أنت ما حيكون مسم أدركه، ففي عن طريق المجسمات بلش علمه فيل وتركز وتشدد على الصوت الأول فنجان، فهو بلش شو يعمل، بلش يرمز بعقله ويخزن الصوت، خصوصي الأصوات القليل تستخدم مثل الطه والظه، هدول قليل بالكلمات نحن ممكن نستخدمها، وأحيانا في أصوات بتكون متشابهة ومتقاربة ببعضها. بعد ما هي تعلم الولد وعرفهم وتعرفوا وسماهم وشدد على الصوت الأول، فيها تستخدم مثل قطار نحن سميناه قطار الأصوات. يلي هي مثلا فيها تميز إن تخلي تعلم الولد يميز مثلا مثل فيل، يا ترى صوت انت عم تسمعه بالاول ولا بالوسط ولا بالاخر. هو قادر ضمن هذا القطار او مجسم القطار يصير يصنف المجسمات اللي موجوده بقلب الكيس بموقع الصوت، وين اجا، اجا بالاول، اجا بالوسط ولا بالاخر. تمام. هون شو بتكون عم تعمل مع الطفل؟ هون عم تميز له سماعيا وجود هذا الصوت ضمن الكلمات. هون نحن لسه ما اشتغلنا على موضوع ابدا، لا تعرف عليه بالكتابه ولا شافه. بعد هيك بعد ما هو قادر صار يميزه سماعيا وبلش يفرزه ضمن اول او وسط او اخر، وصار يعرف انه بقلب الكلمه موجود صوت الفاء او لا، وعملنا تمييز سمعي كامل، فيها تستخدم مثل حروف السنفره يلي عن طريق مثلا حروف ممكن تكون رمليه او عن طريق الايفا اليوم الخشن، بتخلي تعلم الطفل كيف يلمس هذا الحرف وكيف يسمعه هو عم يقوله، يعني ف عم يطلع صوت الحرف. طبعا هون شرطنا الاساسي باكياس الاصوات انه احنا ما بنقول له فاء، بنقول له ف، نطق الصوت، نطق الصوت الجديد الحرف اللفظي لحتى يعرف انه ضمن هالكلمه كان في هذا الصوت. وبعد هيك ببلش بيتعرف عليه عن طريق اللمس، وبعد هيك بننقله للمراحل الاعلى اللي هي الكتابه. ممكن بالفتره الاولى تستخدم الرمل ويشكله، ممكن المعجون، بعدين ننتقل للورق. اليوم كثير مهم طفل صعوبات التعلم نحاول نتعامل معه بكل الوسائل التعليميه، لانه اول شيء هي بتساعده كثير، ثاني شيء بتخليه يفهم المعلومه اكثر لانه استخدم كل الحواس، سمع ولمس ونطق. تمام. وشاف. فالفكرة أنه هون أنت ساعدتي بهي المرحلة، فهون شو صار عند الطفل؟ خزن الصوت سماعياً، لمسه وتعرف عليه، وبعد هيك بلش يشوفه. بعدين بنسأله شو هاد، بصير بيقلنا يعني ببلش بيطلع صوت الحرف. هون شو عملنا نحن بهي المرحلة؟ أنه إحنا بلشنا نشتغل عليه من السمع للرؤية. يعني هو أول شيء سمعه بعدين شافه، هيك صار يميزه بينه وبين أي صوت تاني ممكن يشوفه، حتى بيخزن بطريقة صحيحة يمكن. تماما. بس وبعد هون من أي سن ممكن الأم تقول أنا هلأ اليوم نحن من أحيانا أطفال هدول نشتغل على أكياس الأصوات من عمر 3 سنوات، بنعلم الولد أنه هذا المجسم فيه هيك صوت عنا ويلمسه ويتعرف عليه. هي بمراحل اليوم التعليم المبكر وبأدوات منتسوري كلها عم تشتغل على هذا الموضوع، وعم تساعد كثير الأطفال يلي عندهم مشاكل بالتعلم. كمان بعد هيك ممكن هي الأم تطور المهارة وتبلش تشتغل على أنه يميز مثلا مجموعة مثلا مثل هون في حرف الكاف وهون حرف الفاء، فإنه يميز الأصوات بين الفه والك، حط المجسمات يلي ببلش مثلا الفيل عم يبلش مثلا بف، أكيد ما حطه بكيس الحرف الكاف، أنا أكيد بدي حطه مع حرف الفاء. فهو شو صار يعمل؟ صار بلش يصنف الأصوات عن بعضها ويفرزها، فصار عنده وعي صوتي للحرف. بعد هيك بلشنا المرحلة اللي بعدها إنه نشتغل على تقطيع الكلمة. فمثلا ممكن تستخدم الأم أدوات ممكن تلاقيها بالمكتبة أو هي تحسن تعملها، تعلمه للطفل على تحليل الكلمة إلى مقاطع صوتية أو إلى أصوات. تمام. كتير مهم هاي المرحلة، ودائما عم نشوف بالمناهج إنه دائما عندنا مرحلة التحليل والتركيب، فنحن بنعلم الطفل إنه يحلل الكلمة. تمام. ليعرف مثلا مثل كلمة مثلا بيض كم مقطع صوتي، هي عبارة عن مقطعين. تمام. بيض
تمام. فهي الفكرة إنه عنده هو الولد بلش يميز إنه في عنا مقاطع صوتية وفي عنا كلمات نحن بنحسن نقطعها ونعرف قديش كم عدد الحروف فيها. فهذا مهم بمراحل الوعي الفونولوجي إننا نشتغل على موضوع تقطيع الكلمات إلى أصوات وتقطيع كمان الكلمات إلى مقاطع صوتية. نعم. يعني هي العملية خليني أقول التعليمية قد هي بتساهم بمساعدة الأطفال اللي عندهم مشكلة مثل ما قلنا بتهجي الكلمات أو بالقراءة، وهل هي ممكن تكون خليني أقول جزء من علاجهم؟ أكيد. بالنسبة اليوم نحن الجلسات اللي بتتنظم لأطفال صعوبات التعلم نحن بنشتغل على أنشطة الوعي الفونولوجي، إنه الوعي الفونولوجي اليوم له 5 مستويات عم نشتغل عليها، فكل مستوى لازم الطفل يكون عم يميزه، خصوصي في ألعاب بتساعد هذا الطفل. صح. مثلا مثل لعبة القوافي، المفروض الطفل هذا بنسميه مرحلة السجع، إنه الطفل لازم يميز بين الوحدات الصوتية اللي بتتشابه بالأخير وبتختلف بالأول. وأحيانا كنا نحن وصغار إذا بتتذكروا نلعب ألعاب مثلا نعطيه كلمة بيعطينا الطفل على وزنه، مثل دار زار. تمام. الطفل المفروض يجيب من الذاكرة الفونولوجية أصوات بتتشابه بالكلمة وبيحسن يعطيني وزنها والقوافي. حتى اليوم نحن بمعيار صعوبات التعلم لما بنيجي بنقيم نلاقي الطفل ما عنده قدرة على تمييز الكلمات اللي بتتشابه مع بعض بالقوافي، وما عنده قدرة على إنه مثلا يعطينا شيء على وزن هي الكلمة. فكمان هي من الشغلات الأساسية اللي أول مرحلة تشتغل عليها الأم. بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لكل الأمهات اللي عم يتابعونا وعندهم أطفال عندهم مشاكل وصعوبات بالتعلم أو حتى بالنطق. هلا اهم شيء مثل ما قلت لك نحن ما نحاول نخفف الصعوبه اللي موجوده عند الطفل، لانه فعلا انه اليوم الطفل لحتى يمتلك الاصوات هو في مرحله بيمرق فيها. اللي عنده مشاكل مثل العسر القرائي بيكون كثير عنده صعوبه بالتمييز السمعي. المفروض الام تشتغل على مبادئ بسيطه بالبيت من وتقرا عن موضوع الوعي الفونولوجي قديش هو ممكن يساعد الطفل بالقراءه، وتستخدم الادوات الموجوده بالبيت وتعلمه على مثلا عم تعرفه على صوت جديد، تتعلم ضمن الكلمه قديش مثلا شو الحرف الموجود بهي الكلمه، شو عم تسمع انت، تبلش مثلا تشتغل معه على مواضيع المحسوسه اكثر من المجرده، لانه اليوم الامهات عم تلجا اكثر لمواضيع انه تخلي الكلمه مكتوبه والولد ينسخها. بصراحه ما في فائده لكل هذا الموضوع، اللي عندهم مشاكل ما بتمشي معهم هي الاستراتيجيات ابدا. نعم. تمام. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا لك. نتمنى كل السيدات يكونوا استفادوا من هاي الفقره ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك. نتشكرك ولاء الحسن اختصاصيه تقويم كلام وعلاج نطق عند الاطفال. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا استضافتكم.